المصريين القدماء عظماء، قد ايه كان علمهم قوي ومعرفتهم بلا حدود وذكائهم خطير جدا. كل اللي عملوه ده والتاريخ طفل بيحكي. ام حطب المهندس المصري العظيم الوزير وكبير الكهنه واللي اصبح اله الطب بعد كده، هو اللي صمم وبنى المجموعه الجنائزيه دي من 4700 سنه فاتت، 2700 قبل الميلاد، عشان يكون اول واقدم بناء معماري حجري في التاريخ. بعد توقف دام 6 سنوات بدا العمل مره تانيه على ترميم هرم زوسر ليعود لهيئته المهيبه، ويتم افتتاحه في 5 مارس 2020. اطعم الخبز لمن لا حق له، واترك وراءك اثرا طيبا يبقى ابد الدهر. الاثر اللي سابوه لنا المصريين من 4400 سنه وهنشوف دلوقتي هو مقبره وحدي اللي اتحفرت جوه الجبل 300 سنه بعد هرم زوسر. والاكتشاف واعداد المقبره اللي هنشوفوها دلوقتي كان في ديسمبر 2018. احساس لا يوصف لما تدخل المقبره وتشوف دقه النقوش والالوان. 65 تمثال منحوت في الجبل. احنا شايفين ان المقبره دي مقبره عائليه، احنا بنتكلم على عمق 10 متر تقريبا، بنتكلم على 3 متر عرض، بنتكلم على مناظر من الحياه اليوميه من اجمل ما يكون. لا يميز المقابر عن غيرها لدقه تفاصيل مناظر الحياه اليوميه. منطقه كوم الشقافه من اهم المناطق الاثريه في الاسكندريه. I'm very excited to show you this place today. Because unlike so many decades past, we used to go inside and smell the humidity and see a lot of water, and there was even a part of the tomb that was completely inaccessible. In 2017, a very ambitious project started to do a complete pump out of the waters from here and drying up this place. 2 years, they finally managed to completely lower the water level that was completely affecting and endangering this catacomb. And this project was inaugurated in 2019. معبد اليهودي في اسكندريه مناهي المصريين في القرن ال14. مصر رممت هذا المكان، تم افتتاحه في 2020. استاذه ماجده هارون، اول مره تدخلي معبد الياهو هامبي في اسكندريه بعد ترميمه؟ لا، انا كنت في الافتتاح. احساسك كان ايه؟ احساسي كان بصراحه كنت بعيط من الفرحه. بدات تهتم بيا. الدوله دي فيها حجاره انا ملاحظ مختلفه عن بقيه المعبد. دي انقاض المعبد القديم، وهم بيرمموا يعني الفرحه دي ما كانتش موجوده. اكرم اباك وامك، لا تخطب، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي ما يملكه جارك، لا تنطق باسم الإله الرب باطلا. الاسم بتاعها كنيسة السيدة العذراء، إنما الأشهر المعروفة الكنيسة المعلقة. أولا ليه سموها كنيسة معلقة؟ سميت بالكنيسة المعلقة لأنها بنيت على برجين من أبراج حس بابليون اللي هو كان حس روماني بيرجع للقرن الثاني الميلادي. فالترميم الاخير ترميم شامل، قاموا بترميم هيكل التحتيه والبنيه التحتيه للكنيسه وشفط المياه. قبل الترميم كانت المياه بتغمر الحس، ما كانش ممكن حد يخش فيه يعني على ارتفاع كبير. كانت المياه ما حدش يقدر يخش من البوابه دي. طبعا. الحضاره هي ان يبقى عندك حريه تمارس عبادتك في وجود عبادات أخرى يعتقدها آخرون. على هذه الأرض كل يوم تمارس حرية الأديان، كل واحد له الحق يمارس ما يعتقد. الكنيسة المعلقة كانت أول مقر بابوي لبابا الإسكندرية بعد انتقالها من الإسكندرية للقاهرة، بتضم العديد من رفاد القديسين، أيقونات المسيح عليه السلام والسيدة مريم
الثوار بعد ترميمها في 2014. كنيسة المغارة للشهيدين سرجيوس وواخس الشهيرة بكنيسة أبي سرجة مصر القديمة بتعتبر من الكنائس المهمة في مصر في رحلة العائلة المقدسة. كنيسة اتبنت في أوائل القرن الخامس الميلادي أو أواخر القرن الرابع الميلادي، اتبنت فوق المغارة اللي احتمت فيها العائلة المقدسة. الكنيسة مبنية على الطراز البازيليكي وترممت مراحل عديدة في التاريخ، لكن من أعظم مراحل الترميم اللي تمت في العصر الحديث تم ترميم الكنيسة ترميم شامل لكل الحوائط اللي هي الجزء الإنشائي وبعدين الجزء المعماري في التشطيبات بتاعتها بموافقة هيئة الآثار، وجي قداسة البابا بولس الثاني افتتح الكنيسة في 2016. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بهذا المكان الرمز التعبد من أجل الحصول على لقاء كريم مع الله في الآخرة، والتعبد من أجل حياة أفضل عن طريق الحصول على العلم. الأزهر، الجامع والجامع. الله الجامع اتبنى 1970 يعني في اواخر القرن العاشر. ايوه. وخلص في سنتين. ايوه. يعني افتتح 1972. ايوه. اقيمت اول صلاه فيه 7 رمضان الموافق 21 يونيو 1972. الترميم الاخير اللي حصل من 2015 ل 2018 لحد ما افتتحوا فخامه الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، افتتحوا يوم 6 مارس 2018. كانت كل حتة في الجامع تم الاهتمام بيها. متحف الفن الإسلامي هو أكبر متحف للأثار الإسلامية على مستوى العالم. في يناير 2014 تعرضت منطقة المتحف لهجمة إرهابية دمرت واجهة المتحف وأكثر من 170 قطعة أثرية من مقتنيات. بعد كده تم تجميعها وترميمها بأيادي مصرية إلى أن تم إعادة افتتاحه في 2017. مسجد الفتح بحي عبدين واحد من أجمل المساجد اللي بتبرز فنون العمارة الإسلامية. ترميم المسجد شمل كل جوانبه علشان يرجع لصورته الأصلية، وفي 2020 أصبح جاهز بعد 3 سنين كاملة من الترميم. ده متحف المركبات الملكية في بولان، أنشأ الخديوي إسماعيل في القرن 19 عشان يكون في البداية جراج للمركبات الملكية. بعد كده اتحول لمتحف من أهم متاحف مصر السياحية. المملكة المعمل كان تعبان جدا لغاية الحمد لله ما اترمم وافتتحوا السيد الرئيس في 31 أكتوبر 2020. المتحف ده يعتبر من أهم المتاحف النوعية في العالم. هنا قصر البارون أحد الشواهد على تاريخ حي مصر القديمة. أنا اسمي عنتر جابر كريم أحمد عنتر من مواليد أسوان، عندي 79 شقة. هنا أصلا خالي كان شغال طباخ القصر وأنا كنت صغير معاه وكنت عايش في القصر برضه. أول مرة دخلت هنا فيها فأنا عايز أشوف اللي فوق إيه، فكان في حفلة عندنا هنا فأنا كنت عايز فرصة تطالع على فوق. هم كلهم تحت، طلعت أنا مرفوض ونزلت كانت على من خالي تحت لأن ممنوع أطلع مرفوض هنا. القرار الخاص بي إنقاذ هذا المبنى. سنة 2017 بدأت عملية الترميم واستمرت لحد ما قام فخامة الرئيس بافتتاح المشروع عام 2020. عملية الترميم للمبنى التاريخي دوت انقسمت لمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هو تدعيم الأساسات، بعد كده الجزء الثاني بقى اللي هو عملية ترميم العناصر الظروفية اللي موجودة. الاستخدام الآخر احنا عملناه معرض يحكي قصة تاريخ مصر الجديدة بالكامل. تم توفير 175 مليون جنيه لهذا المبنى لترميم المبنى وإنقاذه ثم إعادة تأهيله. عام 2020 تم تطوير ميدان التحرير، أشهر ميادين مصر المرتبطة بتواريخ خالدة في حياة المصريين. قريب قوي هيقدر كل زائر يشوف الطريق التاريخي العظيم، طريق الكباش. ولأول مرة متاحف آثار
الاثار في شرم الشيخ والغردقه من اجل زوار المجلتين. متحف الحضاره بيحكي تاريخ الحضارات اللي نشات على ارض مصر، والنهارده يتم افتتاح قاعه العرض المركزي وقاعه المومياوات. الاهرامات اشهر موقع اثري في التاريخ بعد فتخيل. والان يترقب الجميع الاعلان عن موعد تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، اكبر متحف لحضاره واحده في العالم. فلنجمع تراثنا قبل ان يلحقنا الموت لنسلمه لابنائنا. دكتور خالد العناني، ازاي نشات فكره متحف العواصم؟ الفكره نشات من اكثر من سنتين لما السيد رئيس الجمهورية وجه بإنشاء مدينة للثقافة والفنون، وقال إن أول حاجة تتعمل فيها متحف. ما لقيناش أحلى من فكرة متحف عواصم مصر، بنحكي فيه أهم العواصم اللي مرت على مصر. نفسي طبعاً نشوف بعين حضرتك كل الكلام اللي بتقول عليه داخل المتحف، بس حضرتك رفضت. لا، هي مفاجأة. المتحف ده مفاجأة كبيرة إحنا محضرينها، هنخلي الضيف المصري والأجنبي اللي هيجي هنا في العاصمة الجديدة نقول له قد ايه ان احنا معتزين بتاريخنا وحضارتنا، وان اول حاجه اصبحت جاهزه بنسبه 100% النهارده في مدينه الثقافه والفنون هي المتحف والمكتبه. ليه؟ لان احنا قلنا العاصمه الجديده تساوي دوله جديده مبنيه على العلم والثقافه والفنون. المصري طول عمره بالنا شاطر. المصريين بيبنوا والبنى بيعيش الاف السنين والاجيال. مصر بتبذل جهود جبارة للحفاظ على آثارها لكل الإنسانية، وفي نفس الوقت بتبني الجديد. اللي بيتعمل النهاردة بيصنع التاريخ والمستقبل.